كما ثمن معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى الأمر الصادر من صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بقبول طلبات 236 من منتسبي برنامج خطوة من المستحقين لمعاشات التقاعد فورا، مقدرا معاليه مبادرة سموه وتوجيهه بأن تقوم الحكومة بتأدية الاشتراكات الإضافية لتفادي أي تأثيرات سلبية على الصندوق. نعم، أشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالتوجيه الكريم من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة حكومية لدراسة 69 حالة أخرى من منتسبي برنامج خطوة والتحقق من استيفائها لمعايير استحقاق المعاش التقاعدي وفق الأطر والإجراءات القانونية، مؤكدا أن مساعي وجهود الحكومة تترجم لتفعيل توجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم، والتي تؤكد أن المواطن البحريني هو المحور والركيزة الأساسية للتنمية. نوه معالي رئيس مجلس الشورى بالحرص الذي تبديه الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على دعم ومساندة المواطنين والعمل على تسخير الخدمات والإجراءات الحكومية بما يحقق لهم ولأسرهم الاستقرار المعيشي، مشيرا معاليه إلى أن السلطة التشريعية ستبقى داعمة ومقدرة للخطوات الفاعلة والمؤثرة التي تتخذها الحكومة وتسهم في تحقيق الاطمئنان والاستقرار المجتمعي.